ولكن انا سامع اصواتهم خارج الاستاد بتهتف طبعا هتافات طبعا، وطبعا ما ينفعش ان احنا نقولها طبعا على الهواء. نعم. طبعا مجلس الاداره نزل غرفه اجتماعات مجلس الاداره مجتمعين الان. طبعا يا كابتن الجماهير كانت بتسال هنا في مدينه الاسماعيليه عن سر هبوط معظم نجوم نادي الاسماعيلي في هذا اللقاء، خصوصا وان البطوله يعني قربت كما هم يعني كانوا بيقولوا هنا في المدرجات ان البطوله قربت، لكن بهزيمه المقاولين ابتعدت مره اخرى. ولكن طبعا يا كابتن انت عارف ان الكوره ما زالت في الملعب، ولابد ان تهدأ جماهير نادي الاسماعيلي. قد يكون اليوم مش يوم نادي الاسماعيلي، ولكن ممكن الظروف باذن الله تتحسن في المباراه.